عشرة من الأفكار المتاحة لاستغلال هذه الشجرة العنيدة وتحويلها من نقمة إلى نعمة. أولا، يمكن أن يتم تحضير طحين غني ولذيذ. ثانيا، القرون الناضجة تحتوي من 12 إلى 14% من البروتين الخام، ويستخدم طحينها كعلاف للماشية. وللمزيد من الفوائد والمعلومات حول هذه الشجرة شاهدوا الفيديو إلى الآخر لتستفيدوا أكثر. حياكم الله متتبعي قناتنا الأزهار والأشجار أينما كنتم وأينما ارتحلتم، أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. اضغطوا على أعجبني كتشجيع لنا لنشر المزيد، وحركوا الجرس ليصلكم كل جديد، واشتركوا في القناة إن لم تشتركوا من قبل، فضلا منكم وليس أمرا. وبالرغم من أنها تعد من الأشجار الخطيرة على البيئة ومن الأشجار الغازية، فإنه قد تبين من خلال الدراسات الحديثة التي اهتمت بدراسة هذا النبات حول العالم، تبين أن هناك العديد من الأفكار المتاحة لاستغلال هذه الشجرة العنيدة وتحويلها من نقمة إلى نعمة، وذلك من خلال العناصر الآتية. أولا، الغداء. يمكن أن يتم تحضير طحين غني ولذيذ من القرون المسحوقة التي يتم إزالة البذور منها. يمكن طحن الفلقات والأجنة واستخدامها كمسحوق طحين غني بالبروتين مناسب لمرضى السكري. تستخدم القرون المصنعة في إنتاج السكريات والمحليات التي تستخدم الإعداد الخبز والحلويات والشراب والقهوة. ثانيا، العلف. القرون الناضجة تحتوي من 12 إلى 14% من البروتين الخام، ويستخدم طحينا كعلف للماشية. في جنوب أفريقيا يتم استخدامها في تغذية الأغنام، ويتم تقديم الأجزاء القصيرة من الألياف إلى الخنازير والدواجن. ثالثا، تربية النحل. هذا النوع هو مصدر رئيسي للعسل في بوليفيا وجامايكا وباكستان وسريلانكا وأستراليا. رابعا، الوقود. يمكن استخدام السيقان والفروع كحطب جيد لتوفير فحم ذو جودة عالية. يتم استخدام فحم الشجر للشواء في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. خامسا، الألياف. يمكن استخدام هذا النبات كمصدر جيد للألياف لإنتاج الورق والورق المقوى. سادسا، الأخشاب. يتم استخدام الخشب في صناعة الأثاث المنزلية. سابعا، الصبغ أو الراتنج. يحتوي خشب القلب الصلب لنبات الغاف عسيل الأزهار على كميات كبيرة من المركبات البوليفينول القابلة للاستخراج والتي يمكن عزلها، ومركبات فلافينول الفريدة من نوعها المستخدمة في تشكيل راتنجات بوليمر فينول الفورماليديهايد جديدة. ثامنا، التانين أو الصبغ. التانين أو الصبغ يمكن استخراجها من النبات. تاسعا، الشراب المحضر من قرون شجرة الموسكيت. لديه تأثيرات طبية مختلفة، يعطى للأطفال الذين يعانون من نقص الوزن أو التخلف في التطور الحركي. يعتقد أن هذا الماء يساعد على زيادة الرضاعة، كما أنه يستخدم لإعداد شراب طبي لعلاج البلغم. ويعتقد كذلك أن الشاي المصنوع من ورق النبات له خاصية علاجية للاضطرابات الهضمية والآفات الجلدية. عاشرا، تستخدم أيضا كمصدات للرياح وفي تثبيت الكتبان الرملية وصناعة الصبغ الكهرماني. والآن سنذكر بعض المواصفات وخصائص لهذه الشجرة. تسمى شجرة الغاف عسيل الأزهار أو الموسكيت. يتبع جنس الغاف من الفصيلة البقولية، وينتمي نبات الغاف عسيل الأزهار إلى عائلة الأكاسيا، ويصنفه بعض العلماء أنه من البقوليات بسبب شكل قرونه التي تحوي البذور، إضافة إلى امتلاكه ميزة العقد النيتروجينية. ينمو هذا النبات حتى ارتفاع 12 متر بجذع، يصل عرضه إلى 20 سنتيمتر، ويزهر النبات سريعا بعد نمو أوراقه. وتتميز زهوره باجتماعها في نورة كروية قطرها سنتيمتر وقرون طويلة تصل إلى 18 سنتيمتر، كما أن ثمارها الحاوية للبذور تكون على هيئة قرون صفراء قد يصل طولها ل 30 سنتيمتر. ويعد نبات الغاف عسيل الأزهار
نباتا عدوانيا سريع الامتداد، ويرجع موطنه الأصلي إلى أمريكا اللاتينية البيرو. ويتميز هذا النبات بطول جذوره التي تمتد عميقا وصولا إلى الفرشاة المائية، حيث اكتشفت على عمق 53 متر في ولاية أريزونا الأمريكية. ولهذا تعتبر تلك البذور من أعمق الجذور توغلا في التربة على الإطلاق. وهي شجرة مجتاحة من الطراز الأول، يعتبر نبات الغاف عصيل الأزهار نباتا مجتاحا أو غازيا، والنوع المحتاج أو النوع الغازي مصطلح يستخدم في علم الأحياء لتصنيف نبات أو حيوان ينشر في بيئة مختلفة بطريقة مفرطة وغير طبيعية، ويهدد الكائنات الأخرى التي تشترك معه المحيط والبيئة التي يتمدد فيها. ونجح نبات الغاف عصيل الأزهار في الانتشار بشراسة ضمن معظم قارات العالم، بدءا من موطنه الأصلي في القارة الأمريكية الجنوبية، ليوصف بأنه عشبة ضارة شديد الضراوة في البلدان التي تم إدخاله إليها بفعل بشري بغي مكافحة التصحر، أو بصورة عفوية عبر نقل المواشي والطرائد لبذوره ونشرها. تلك البذور التي تحتفظ بقدرتها على الإنبات لمدة 10 سنوات في انتظار الظروف الملائمة لذلك، فيستمر في التقدم بصورة قل نظيرها، نتيجة لخصائصه التي تجعله أشد استعدادا للانتشار في الظروف البيئية الصعبة والقاحلة، وتحمله الاستثنائي للجفاف ورداءة التربة والملوحة، ومما يجعله يزداد انتشارا صعوبة مكافحته بيولوجيا. والارتفاع الشديد لكلفة مكافحته نظرا لقدرة النبات على العودة للنمو من مستوى الجذور. وقد يكون الضرر الذي يسببه النبات في سرعة انتشاره واستعصائه على المكافحة ناشئا عن قدرته الكبيرة على الاستئثار بالمياه في التربة بصورة تفوق معظم أنواع النباتات الأخرى، كما يقوم بحجب ضوء الشمس عن النباتات الأخرى بحيث تفقد للمياه والضوء مؤديا ذلك لضعفها وموتها. وهنالك اعتقاد بأن النبات يطلق من جذوره مواد كيميائية تؤدي إلى إيذاء النباتات الأخرى، وهذا النبات منافس قاتل لكل أنواع الغطاء النباتي بدءا بالأشجار وصولا للأعشاب التي ترعى عليها المواشي والطرائد، كما أن طريقة نموه في تجمعات كبيرة تجعل البقاع الظليلة أسفله موطنا مناسبا لتكثير من الكائنات الضارة في الزواحف والحشرات والحيوانات البرية كابن عرس والقطط البرية والخنازير. وكذلك هذا النبات يغزو وينتشر على مساحات شاسعة. أدخل نبات غاف عصيل الأزهار أول الأمر إلى جزيرة سريلانكا في القرن 19، وغدا حينها أحد أسرع نباتات الأحراش تكاثرا، كما أنه يعد نباتا حرشيا ضارا منتشرا بشدة في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي وغرب أفريقيا وجنوب أفريقيا وشبه القارة الهندية وقارة أستراليا وجنوب غرب الولايات المتحدة. وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.